بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة للجزء الثالث المتعلق بالنظام القانوني للتاجر، واصل معكم طلبة الأعزاء الحديث عن التزامات التاجر في إطار سلسلة الشروحات الموجهة إليكم بخصوص شرح أحكام القانون التجاري الأساسي. فبخصوص التزامات التجار أو التزامات التاجر، كما أكدت لكم في الجزء الثالث من هذه الشروحات، فتتركز أساسا في مسك محاسبة منتظمة، ثم التقييد في السجل التجاري وفتح حساب بنكي. نبدأ بالتقييد في السجل التجاري، يعني أن هذا السجل هو سجل يتضمن مختلف البيانات المتعلقة بالتاجر ونشاطه التجاري، ويتم مسكه من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة. بخصوص وظائف السجل التجاري، يعني هذا السجل له عدة وظائف، وأهمها وظيفتي الإخبار والإحصاء. بالنسبة لوظيفة الإخبار، المقصود بها أن السجل التجاري، من خلال السجل التجاري يمكن إخبار وإعلام العموم بوضعية التاجر من حيث أهليته ووضعيته المالية، وذلك طبقا للمادة 29 من مدونات التجارة. أما على مستوى وظيفة الإحصاء، فيمكن أو أن هذا السجل يمكننا من إحصاء عدد التجار والشركات والمحلات التجارية والفروع والوكالات الأجنبية والوطنية إلى غير ذلك. بخصوص إجراءات تقييد في السجل التجاري، نبدأها بتنظيم السجل التجاري. وهنا أثير انتباهكم إلى التعديل الذي طرأ على المادة 27 من مدونات التجارة بموجب قانون 89/17 المؤرخ 29 يناير 2019، والذي تم على إثره إحداث سجل تجاري إلكتروني. يتكون هذا السجل التجاري الإلكتروني من سجلات تجارية محلية ومن سجل مركزي، كما تم التنصيص عليه في المادة 27 بعد تعديلها. بخصوص السجلات التجارية المحلية، فيتم مسك هذه السجلات التجارية المحلية من قبل كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت مراقبة رئيس هذه المحكمة. أما بخصوص السجل التجاري المركزي، فنجد على أن هناك سجل تجاري مركزي واحد، ويمسك هذا السجل من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يوجد مقره بالدار البيضاء. بخصوص أهداف السجل التجاري المركزي، فمن خلال يعني المادة 83 من التجارة نجدها، أو مما نصت عليه هذه المادة، أن أهدافه تتجلى في تركيز المعلومات المضمنة في السجلات التجارية المحلية، على اعتبار أن السجلات التجارية المحلية على صعيد كل محكمة ابتدائية وتجارية توجد سجلات محلية. فمن خلال السجل التجاري المركزي يتم تركيز مختلف هذه المعلومات على الصعيد الوطني، والتي تم تضمينها بالسجلات التجارية المحلية، ثم يتكفل بتسليم الشهادات. بخصوص أنواع التقييدات المضمنة بالسجل التجاري، نجد على أن هناك ثلاث أنواع من هذه التقييدات. فنجد أن هناك أو ما يصطلح عليه بالتسجيلات، أي الإشهار الأولي، ثم هناك التقييدات المعدلة لتلك التسجيلات الأولية، وهناك التشطيبات. فبخصوص التسجيلات،
يعني أو الإشهار الأولي، فيعني الإجراءات المتعلقة بهذه التسجيلات تخضع للمادة 42 من مدونة التجارة بخصوص يعني الأشخاص الذاتيين، والمادة 45 من بخصوص الشركات التجارية. يمكن الرجوع يعني المادتين من أجل تكون هناك فكرة واضحة أكثر بخصوص إجراءات هذا الإشهار الأول. أيضا بخصوص التقييدات المعدلة، فهي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 من نفس المدونة، والتشطيبات تخضع للمادة 51 من نفس المدونة، بالتالي يمكن الرجوع لهذه المواد. بخصوص أيضا آثار تقييد في السجل التجاري، بمعنى أنه عندما يتم التقييد في السجل التجاري كالتزام يقع على عاتق التاجر، فيطرح السؤال بخصوص الآثار المترتبة عن هذا التقييد. وهنا نميز بين الأشخاص الذاتيين، أي التجار أو الأشخاص الذاتيين التجار، وبالنسبة للشركات أو الأشخاص المعنون. بالنسبة للأشخاص أو التجار الذاتيين، فالتقييد بالسجل التجاري يعد من خلال المادة 58 من مدونة التجارة على أنه قرينة قانونية بسيطة على اكتساب صفة تاجر. فتقييد التاجر في السجل التجاري يعد ذلك قرينة قانونية بسيطة على أن هذا التاجر أو هذا الشخص يكتسب صفة تاجر. هذه القرينة هي كما قلت قرينة قانونية بسيطة، بمعنى أنها قابلة لإثبات عكس ذلك، وإثبات بأن هذا الشخص رغم أنه مقيد في السجل التجاري ولكنها لا تتوفر فيه شروط اكتساب صفة التاجر، وبالتالي يتم إبعاد هذه الصفة عنه. بمعنى آخر أنه ليس كل شخص ذاتي مقيد في السجل التجاري يعتبر مكتسبا لصفة التاجر. يعني من ناحية المبدئية أو مبدئيا أن التقييد في السجل التجاري يكسب أو يجعل ذلك الشخص أو يعد قرينة قانونية على اكتساب صفة التاجر، ولكن هذه القرينة هي قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس. بخصوص الآثار أو آثار التقييد بالنسبة للسجل التجاري، فنجد على أن التقييد في السجل التجاري بخصوص هذه الشركات هو الذي يكسبها الشخصية المعنوية ويجعلها تكتسب أيضا الصفة التجارية من خلال أو من تاريخ التقييد في السجل التجاري. إذا افترضنا بأن الشخص أو قلنا على أن التاجر هو ملزم بالتقييد في السجل التجاري ولكن لم يعمد إلى القيام بهذا الإجراء، يعني أنه لم يعمد إلى تقييد نفسه بسجل تجاري، لم يتقيد بسجل تجاري، فالآثار التي رتبها المشرع عن ذلك هو أن التاجر الملزم بالتقييد في سجل تجاري والذي لم يقم بذلك سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا لا يمكنه أن يحتج تجاه الأغيار بصفته التجارية. إذن الأمر واضح هنا أن الشخص الملزم أو التاجر الملزم بالتقييد في السجل التجاري والذي لم يقم بهذا الإجراء يجازى بعدم إمكانية احتجاجه بصفته كتاجر. وقلنا في بداية هذا المحور خصوصا بالنسبة للآثار المتعلقة باكتساب صفة التاجر على أن هناك عدة حقوق تخص التجار في هذا الإطار، فالتاجر لا يمكنه أن يحتج أو أن يستفيد من هذه الحقوق طالما أنه لم يتقيد في السجل التجاري رغم أنه توفرت أو رغم توفرها على شروط اكتساب صفة التاجر. إذن بينما بالمقابل هذا الشخص
لا، وهذا التاجر يظل ملتزما بالالتزامات التي يلتزم بها التجار، بمعنى انه يمكن ان يحتج ضده بصفته كتاجر. هذا باختصار شديد ما يتعلق بالالتزام المتعلق بالتقييد في السجل التجاري، وأمر معكم إلى الالتزام الثاني المتعلق بمسك وثائق محاسبية أو دفاتر التجارية. فمن خلال قانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية، اشترط المشرع على كل تاجر مسك محاسبة تسجل فيها مختلف العمليات التي يقوم بها التاجر، وتسجل فيها أيضا جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم مقاولته بشكل ترتيبي ومنظم. إذن هذا يعني ما يتعلق بما يسمى بالوثائق المحاسبية أو المحاسبة التي يتعين على التاجر أن يمسكها كالتزام يلتزم به جميع التجار. بطبيعة الحال أن يعني مسك الوثائق المحاسبية له مجموعة من الأهداف، يعني هذه الأهداف فيها ما يخدم مصلحة التاجر نفسه، ويخدم يعني المتعاملين معه، ويخدم الدولة أيضا. فيعني ما يعني سنركز عليه في هذا الإطار يعني مسك الوثائق المحاسبية هو ما يتعلق أولا بأنواع هذه الوثائق المحاسبية أو هذه الدفاتر التجارية، فقد نميز فيها بين وثائق إلزامية ووثائق اختيارية. وثائق إلزامية يلزم التاجر بمسكها، ووثائق اختيارية تبقى فقط على سبيل الاستئناس أو هي مساعدة للتاجر أو مصاحبة للوثائق الإلزامية. فبالنسبة للوثائق الإلزامية نجد أن هناك دفتر اليومية، وهذا الدفتر الذي يسمى بدفتر اليومية تسجل فيه جميع العمليات بشكل يومي وبحسب تسلسلها الزمني وبشكل مفصل، لذلك سمي هذا الدفتر بدفتر اليومية. هناك أيضا الدفتر الثاني وهو الدفتر الأستاذ، هذا الدفتر يلخص العمليات التي يجريها التاجر. فإذا كان الدفتر اليومي يسجل هذه العمليات يعني واحدة تلو الأخرى وبشكل مفصل، فدفتر الأستاذ هو يلخص تلك العمليات. الدفتر الجرد والإحصاء هو دفتر تقيد فيه موازنة التاجر عند نهاية كل دورة محاسبية، عند نهاية كل دورة محاسبية بمعنى في نهاية كل سنة محاسبية، وتقيد فيه العائدات والتكاليف المتعلقة بهذا التاجر. أما الوثائق الاختيارية فهي متعددة، هناك يعني دفتر المسودة، هناك دفتر المخزن، دفتر الأوراق التجارية يعني الذي يتضمن شيكات، كمبيالات، سندات لأمر إلى غير ذلك، وهناك دفتر الصندوق. أيضا ما يهمنا أكثر في هذا يعني النطاق المتعلق بالوثائق المحاسبية هو بخصوص حجية الوثائق المحاسبية، يعني استعمال الوثائق المحاسبية كدليل سواء لفائدة التاجر صاحب المحاسبة أو ضد هذا التاجر صاحب المحاسبة، لأن الوثائق المحاسبية على كل حال تعتبر دليل كتابي، إذن هي وثائق توجد في حوزة التاجر صاحب المحاسبة، ولكن كيف يمكن استعمالها سواء لصالح التاجر صاحب المحاسبة أو ضد هذا التاجر صاحب المحاسبة؟ إذن سنميز هنا بين شروط استعمال الوثائق المحاسبية الممسوكة من قبل التاجر لفائدته أو لصالحه، وشروط استعمالها أي استعمال نفس الوثائق المحاسبية ضد هذا التاجر صاحب المحاسبة. إذن بخصوص شروط استعمال الوثائق المحاسبية
كحجة لصالح التاجر صاحب المحاسبة فلا بد من توفر ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون من قدم هذه الوثائق والمقدمة ضده تاجرين. إذا افترضنا بأن التاجر الذي يمسك هذه المحاسبة أثير نزاع بينه وبين شخص آخر، فهذا التاجر حتى يستعمل هذه الوثائق المحاسبية كحجة لصالحه فينبغي أن يكون هذا الشخص بطبيعة الحال هو تاجر والمستعملة ضده تاجر. أما إذا افترضنا بأن النزاع هو بين التاجر صاحب المحاسبة والشخص الآخر هو غير تاجر، ففي هذه الحالة لا يمكن استعمال هذه الوثائق المحاسبية طبيعة الحال تبعا للقاعدة المعروفة في إطار قواعد التزامات العقود في الإثبات بشكل عام، لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه. إذن هذا الشرط الأول أن يكون مقدم هذه الوثائق المقدمة ضده تاجر. الشرط الثاني أن يكون موضوع النزاع مرتبطا بأعمالهما التجارية. إذن فأن يكون محور النزاع الذي بين التاجرين يرتبط بأعمالهما التجارية. أما إذا كان يرتبط بأعمال أخرى لا ترتبط بأعمالهما التجارية فلا يمكن لهذا التاجر أن يستعمل هذه الوثائق المحاسبية. ثالثا الشرط الثالث أن تكون هذه المحاسبة ممسوكة بطريقة منتظمة، فالإخلال بنظام مسك هذه الوثائق المحاسبية يفقد صاحبه أو يفقد ماسك هذه المحاسبة الحق في أن يستعملها كدليل لفائدته ضد تاجر آخر. الأمر الثاني هو حجية الوثائق المحاسبية كحجة ضد التاجر صاحب المحاسبة. إذن هنا أن التاجر هو ماسك لوثائق محاسبية ويمكن استعمال هذه الوثائق المحاسبية كحجة ضده، ولكن فالمشرع هنا تعامل بنوع من المرونة مع الشخص الذي يستعمل هذه الوثائق المحاسبية ضد التاجر صاحب المحاسبة. فالوثائق المحاسبية تعتبر حجة ضد التاجر صاحب المحاسبة ويمكن استعمالها ضده، سواء كان الاستعمال من قبل التاجر أي كان النزاع مع التاجر أو غير التاجر، وسواء كانت ممسوكة بانتظار أم بغير انتظار. إذن بطبيعة الحال أن المشرع هنا كما قلت أنه تعامل بالنوع من المرونة في استعمال الوثائق المحاسبة كحجة ضد التاجر صاحب المحاسبة. إذا كنا بصدد استعمال هذه الوثائق المحاسبية في نزاع ما أو طريقة استعمال هذه الوثائق المحاسبية، المشرع حدد لنا طريقتين من خلال المادتين مادة 22 والمادة 24. فبخصوص المادة 22 تتحدث عن مسألة تقديم هذه المحاسبة، فتقدم المحاسبة في هذه الحالة في حدود البيانات المرتبطة بالنزاع وذلك بحضور التاجر. إذن هذا ما يتعلق بالتقديم، تقدم الوثائق المحاسبية ولكن في حدود البيانات المرتبطة بالنزاع المعروض على القضاء يعني الذي يكون بين التاجر وغير التاجر أو بين التاجر وتاجر آخر ولكن بحضور التاجر. هذه الطريقة الأولى، طريقة التقديم. طريقة الاطلاع، فلاحظوا هنا أن في الحالة التقديم أن لا تقدم الوثائق المحاسبية ككل، ولكن يتم تقديم الجزء المرتبط بالنزاع فقط أو البيان الذي لا علاقة بالنزاع وبحضور التاجر.
أما طريقة الاطلاع خلال المادة 24 فالوثيقة المحاسبية والوثائق تعرض كلها على القسم في حالات محددة قانونا. إذا هنا أن يمكن الاطلاع على الوثائق المحاسبية للتاجر يعني بمختلف بياناتها، ولكن المشرع طالما أن مسألة الاطلاع هي قد تكشف عن مجموعة من البيانات التي مضمنة تكون مضمنة في الوثائق المحاسبية للتاجر، فالمشرع هنا تعامل بنوع من تشريعي باستعمال هذه الطريقة، وحدد الحالات التي يمكن استعمال فيها أو الاطلاع أو استعمال طريقة الاطلاع، ومن بين هذه الحالات حالة التركة وحالة القسمة إلى غير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا. بقي لنا يعني ما يتعلق ب الالتزام الثالث، ألا وهو فتح حساب بنكي. التاجر أيضا يلتزم بفتح حساب بنكي، وذلك من خلال ما نصت عليه المادتين، مادة 18 من مدونة التجارة وأيضا مادة 306 من نفس المدونة. إذا عدنا المادة 18 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه يتعين على كل تاجر ولأغراضه التجارية أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية. إذن فيتضح بأن هذا أو التاجر يتعين عليه أن يكون له حساب بنكي سواء في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية. في نفس الإطار نصت المادة 306 على أنه يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر وبتحويل إذا زاد المبلغ ذات سبيل 20,000 درهم، مع طبيعة الحال فرض العقوبة في شكل غرامة منصوص عليها في المادة 306 من مدونة التجارة. إذا طبعا أنه كلما تجاوز يعني المبلغ 20,000 درهم فلا يمكنه أداؤه فيما بين التجار وطبيعة الحال ارتباطا بمعاملاتهم التجارية إلا بطريق عن طريق شيك مسطر وبتحويل. إذا هنا لا يمكن أن نتصور أن يتم هذا التحويل بشيك مسطر إذا لم يكن للتاجر حساب بنكي. إذا هذه هي مختلف البيانات التي يلتزم بها التجار، وبذلك أختم هذا التسجيل، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.